نقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية عن دبلوماسيين قولهم إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تضغط على الحلفاء الأوروبيين للتراجع عن خطط لمعاقبة إيران على التقدم الذي أحرزته في برنامجها النووي في إطار سعيها لمنع تفاقم التوترات مع طهران قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية. وذكرت الصحيفة أن واشنطن تعارض جهود بريطانيا وفرنسا لإلقاء اللوم على إيران في اجتماع الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية في يونيو القادم. وقال الدبلوماسيون أن الولايات المتحدة ضغطت على عدد من الدول الأخرى للامتناع عن التصويت بحجب الثقة، موضحين أن هذا ما ستفعله واشنطن. ووفقا للصحيفة فإن الخلافات بدأت في الظهور مع تزايد مخاوف المسؤولين الغربيين بشأن الأنشطة النووية الإيرانية، فيما تقول إدارة بايدن إنها تسعى إلى حل دبلوماسي بشأن البرنامج النووي الإيراني. يأتي هذا في الوقت الذي شككت فيه وكالة الطاقة الذرية بحقيقة نوايا إيران بشأن برنامجها النووي، مؤكدة أن إيران تواصل تخصيب اليورانيوم لدرجة تقترب من صنع الأسلحة. وأعربت الوكالة عن تخوفها من أن تقوم إيران بتطوير قنبلة نووية حال استمرت بتخصيب اليورانيوم بنسب صفاء أكثر، خاصة وأن مخزون اليورانيوم الإيراني المخصب يتجاوز 30 مرة الحد المسموح به في الاتفاق النووي. وعن المفاوضات بشأن الاتفاق النووي، أكدت وكالة الطاقة الذرية أن مسار التوقف مع إيران عقب مقتل الرئيس المسار توقف مع إيران بعد عقب مقتل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، خاصة وأن إيران لم ترد بعد بشأن العثور على بقايا يورانيوم في 3 مواقع، كما أبدت الوكالة الذرية أسفها لعدم استجابة إيران لعودة المفتشين النوويين للمواقع الإيرانية. للحديث أكثر مشاهدينا، نفتح النقاش مع ضيفتي من واشنطن، حنين غدار كبيرة باحثي معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى من بروكسل، تنضم إلينا هالة الساحلي صحفية وباحثة متخصصة في الشؤون الأوروبية والأطلسية. أهلا وسهلا بكما. أبدأ مع ضيفتي من واشنطن سيدة حنين، يعني البعض يتساءل ما الذي يجعل واشنطن التي كانت دائما السباقة وتبادر في فرض عقوبات على طهران للضغط على الحلفاء الأوروبيين بأن يتراجعوا على خطط لمعاقبة إيران، وما الذي تخشاه من السباق الانتخابي حتى يجعلها تنتهج هذا المسلك؟ مساء الخير لحضرتك ولضيفتك الكريمة. طبعا يعني اليوم مثل ما قلت يعني هذا شيء مستغرب من واشنطن تحديدا، ولكن ما بنفس الوقت غير مستغرب وبمحل ما بيشرح الوضع اللي واشنطن اليوم هي فيه. اليوم واشنطن الإدارة الحالية تحديدا إدارة بايدن والبيت الأبيض عم بيطلعوا بالشرق الأوسط وفي خوف جدي من تفجر، وإيران عم تلعب على هذا الوتر اللي هو التهديد بالتفجير في عدة مناطق في الشرق الأوسط، من الحوثيين إلى لبنان إلى غير مناطق. يعني بمحل ما إيران عم تستعمل الحروب في الشرق الأوسط وإمكانية الحرب الشاملة في المنطقة لتهديد، بمعنى أنه ممكن الحرب في غزة تتوسع إلى لبنان وسوريا والعراق واليمن وغيرها. واشنطن بشكل أساسي يعني أعتقد أنه الموضوع العامل الأساسي بهيدا التركيز على الدبلوماسية مع إيران وليس على
الضغط على إيران اليوم هو الانتخابات الرئاسية. الانتخابات الرئاسية اليوم يعني الإدارة عندها إحساس أنه أي حرب مطولة بغزة أو حرب أخرى في المنطقة ستجر أمريكا إليها، وأي خطوة من هذا النوع ممكن تأثر على حظوظ إدارة بايدن في الانتخابات. فاليوم قد ما فيها هذه الإدارة عم تجرب تطفئ النيران بدل من أنه إشعالها وتتفادى أي نوع من التواجه مع إيران، وشهدنا في الأسابيع السابقة يعني مفاوضات مباشرة وغير مباشرة بين أمريكا وإيران. طيب سنعود إلى نقطة المفاوضات سيدة حنين، سأعود إليك، ولكن أذهب إلى ضيفتي من بروكسل سيدة هالة. يعني الدول الأوروبية لطالما كان هناك إجماع كبير وحتى تنسيق مع الجانب الأمريكي فيما يخص العقوبات على الجانب الإيراني، الضغوطات الأمريكية هذه المرة هل ستمتثل لها دول الأوروبية وتحيد عن هذه العقوبات المتوقعة في حق طهران؟ أعتقد أن الأهداف التكتيكية أو الآنية الظرفية للاتحاد الأوروبي لا تتماهى مع الأهداف الأمريكية. ما تسعى إليه الإدارة الأمريكية حاليا بحسب المنظور الأوروبي هي الحصول على هدنة انتخابية حتى تتمكن فيما بعد إطلاق عملية مفاوضات جادة وشاملة حول الملف النووي الإيراني، في حين أن فرنسا التي تقود هذه الحملة أو هذه الخطوة هدفها بالأساس هي لي ذراع إيران للحصول على تسهيلات لانتخاب رئيس لبناني جديد، هذا الرئيس الذي هو سيوقع على رجوع حزب الله وراء الليطاني، هذا الرئيس الذي هو سيوقع على التطبيع الغازي في المنطقة، وبالتالي لا يمكن فهم هذه الاختلافات الظرفية دون البحث من هذه الناحية. هذه من جهة ثانية، الولايات المتحدة الأمريكية قبل أن يعني تطالب أو تذهب نحو هذه الهدنة الانتخابية هي دفعت لإيران ثمنها من منطلق أنها أولاً أعطت رفعت التجميد على 7 مليارات دولار، ثانيها أنها تم تبادل أسرى، في حين أن فرنسا لم يعني تحصل على شيء في المقابل، وباعتقادها أن التهديدات الإيرانية التي تفيد بأنه إذا ما تم مواصلة الضغط عليها في الوقت الحالي فإنها ستخرج من اتفاق انتشار الأسلحة النووية، الرئيس ماكرون هو على استعداد لاتخاذ أو لتحمل هذه المسؤولية من منطلق أن إيران ستكون خاسرة إذا ما أقدمت على هذه الخطوة. بالتالي ما نشهده حاليا هو اختلاف في الأهداف الظرفية، لكن الهدف الاستراتيجي هو تأخير وإبطاء البرنامج النووي الإيراني ما زال قائما، علما وأنه يجب التذكير أنه في 2015 كان الهدف الرئيسي يعني هو نفسه وباقي لحد الآن. إذا تحدثنا عن الأوروبيين هم يعني في 2020 من عارضوا الإدارة الأمريكية لتفعيل ما يعرف ببند سناب باك، وبالتالي هناك دائما وأبدا تنسيق بين الإدارة الحالية والأوروبيين دائما وأبدا. وأرجع طيب أرجو أن تبقى معي، هناك اختلاف في الظرفية. نعم سيدة حنين، يعني المطالب الأمريكية تتعلق بمراحل معينة، هي مرحلة الانتخابات، وبالتالي هناك هدف ظرفي، يعني إلى حين تحقيق هذا الهدف وإلى حين الوصول إلى الانتخابات، هل الولايات المتحدة الأمريكية ضامنة النتائج من إيران؟ يعني الطاقة الذرية قالت أنه حتى لم تكن الولايات المتحدة الأمريكية غافلة، ولا حتى الاتحاد الأوروبي والدول التي فرضت عقوبات وخصبت اليورانيوم أكثر من 30 مرة بالمسموح به، وبالتالي ما الضامن هنا إن رفعت واشنطن هذه العقوبات ظرفيا ومرحليا مع الجانب الأوروبي؟
لا يوجد أي ضامن طبعاً، والإدارة واشنطن تعرف هذا الشيء جيداً، أنه لا يوجد ضامن، وكل التجارب السابقة مع إيران بيّنت أنه باتفاق أو بغير اتفاق ما في ضمانات مع إيران، يعني إيران بتوعد وما بتوفي، وهذا الشيء واشنطن اختبرته بكل الإدارات. ولكن الفرق هو أنه غير الانتخابات الرئاسية ولعبة شراء الوقت من هلأ للانتخابات الرئاسية، الموضوع النووي الإيراني الإدارة الحالية، إدارة بايدن، الإدارة الديمقراطية، هي بتعتبر أنه ممكن تقدر تعيش مع إيران مع برنامج نووي. هيدا بتفرق بينها وبين حلفائها في المنطقة أكيد، وحلفائها في أوروبا. أوروبا والخليج وإسرائيل عندهم مشكل كتير كبير أنه إيران يكون عندها برنامج نووي، ولكن واشنطن بالإدارة الحالية ممكن تقدر تتعايش مع هيدا الشيء، ومن هيك عم بتجرب تساوم على غير قصص. يعني هدفها الأساسي هو مش برنامج إيران النووي، هو أكثر يعني مساعدة حلفائها في المنطقة، السلام مع بين إسرائيل والسعودية هو شكل أساسي بالنسبة لهم هيدا الشيء. بنزيد على هذا الموضوع انه اليوم الضغط الاساسي بده يجي من اوروبا طبعا، ولكن المشكله الاساسيه اللي عم تواجهها واشنطن انه في حكي جدي اسرائيلي اليوم انه اذا فعليا مثل ما قالت وكاله الطاقه الذريه انه ايران ممكن تقترب من سلاح نووي واكثر من قنبله نوويه، المشكله الاساسيه يعني اذا بدنا نطلع لقدام، المشكله الاساسيه هي انه اسرائيل ما ممكن تقبل بهذا الشيء. فهون ممكن تركب، يعني اليوم في مشكله بين امريكا واسرائيل لها علاقه برفح، لها علاقه بالحرب بلبنان، ولكن ممكن كثير تزيد المشكله لما اسرائيل بعد هيدي الحروب. ممكن الحكي الاسرائيلي اليوم بالاعلام وبالسياسه انه مو مستحيل يقبلوا انه ايران يكون عندها سلاح نووي. والامريكا اليوم يعني هيدا الضغط على اوروبا والضغط على الحل الدبلوماسي هو بس لعبه شراء الوقت، مجرد شراء للوقت من هلأ للانتخابات الرئاسية، لأنه وقت توصل إيران تقرب من سلاح نووي كل حلفاء أمريكا في المنطقة وفي أوروبا وفي إسرائيل مستحيل يكونوا يقبلوا. نعم. الضغط حيصير على أمريكا مش بس من أوروبا، من كل حلفاء في المنطقة وفي أوروبا. طيب أرجو أن تبقي معي، نشير مشاهدينا إلى هذه العواجل. مراسل الحدث يفيد بتجدد القصف الإسرائيلي على منطقة تل السلطان غرب رفح ومناطق شرق ووسط غزة. إذن مشاهدينا، تجدد القصف الإسرائيلي على منطقة تل السلطان والتي شهدت مجزرة أمس ما وصفت بالمجزرة، راح فيها أكثر من 45 قتيل. إذن مشاهدينا، تجدد القصف الإسرائيلي على نفس المنطقة التي شهدت العملية العسكرية الإسرائيلية أمس. إذن حسب مراسلنا القصف يتجدد أيضا على مناطق شرق ووسط غزة. على كل سنعود إلى تفاصيل هذا الخبر ريثما تستجد معطيات جديدة. أعود إلى ضيفتي من بروكسل سيدة هالة، يعني هل هذا الخلاف يمكن أن تأخذه أو الدول الأوروبية في خانة بأنه يتعلق فقط بالسباق الانتخابي الأمريكي وبالتالي استئناف في خطواتها للعقوبات، أم أنه لا يمكن أن تمضي في تعنت وبالتالي يكون لذلك تداعيات مع علاقتها مع الولايات المتحدة؟ أنا أعتقد أن فرنسا خاصة وبمعية بريطانيا وألمانيا ستسعيان للضغط باتجاه الحصول على موطئ قدم في هذا الملف من منطلق أنها تعرف في سنة المقبلة، يعني في أكتوبر 2025، بإمكانها أن تفعل ما يعرف ببند سناب باك. وهل في الوقت هذا ستقبل بريطانيا، ألمانيا وفرنسا بهذا ومقايضته مع الإدارة الأمريكية الجديدة؟ لأنه بعد هذه المدة، بعد هذا التاريخ، فإنه كما قال الرئيس الراحل الفلسطيني هذا الاتفاق سيصبح كادوك، كأنه لم يكن، وبالتالي سيتم الذهاب نحو اتفاق جديد تكون مخرجاته غير التي نشهدها حاليا. الاتفاق السابق
كان لتأخير وصول أو توصل إيران وطهران بالتحديد وخاصة النظام الإيراني الحالي إلى الحصول على القنبلة النووية. ولكن في الأثناء في سنة 2022 وخاصة السنة الماضية عاد وأكد دول الاتحاد الأوروبي لطهران أنها لن تطبق أو لن تفرض عقوبات عليها ما لم يتعدد نسبة التخصيب 90%، وكل العقوبات التي شاهدناها منذ 2022 إلى حد الآن هي عقوبات بالأساس تعتمد على عدم احترام حقوق الإنسان. وهذا يعني نوع من عملية نعم شد الحبال مع الإدارة الأمريكية، ولكن دون الذهاب إلى الصدام، لأن هناك دائما أبدا تنسيق أمريكي أوروبي حول ما بات يعرف بالشرق، عملية أو وجه الشرق الأوسط الجديد من خلال هذه المقاربة التي تطبخ حاليا في أروقة الاتحاد الأوروبي بالتنسيق مع الدول الإقليمية وأيضا بالتنسيق مع إدارة بايدن والإدارة المقبلة. إذن لا أعتقد أن هناك صدام، وإنما اختلاف في المصالح، و فرنسا بريطانيا وألمانيا تسعى إلى تحقيق بعض المكاسب بانتظار أن تأتي الإدارة الجديدة. طيب سيدة حنين أختم معك، هل يمكن وصف ما أقدمت عليه واشنطن بالضغط على الحلفاء الفرنسيين ما يخص العقوبات الإيرانية بأنها ثمرة من ثمرات، إن صح التعبير، من ثمرات المفاوضات الغير مباشرة مع الجانب الإيراني، وبالتالي تحصلت الولايات المتحدة الأمريكية على نوع من التنازلات؟ أعتقد إيه، معك حق، يعني في احتمال كتير كبير، لأنه المفاوضات المباشرة وغير المباشرة اللي صارت يعني من في الأسابيع السابقة لم تتوقف بعدها. ماشي، بنعرف كتير منيح إنه ممثلين على الإدارة بعدهم عم يكملوا المفاوضات بعنوان طبعا هو له علاقة بوقف الحروب في المنطقة وخاصة يعني في غزة وغيرها. لحد هلأ يعني مبين إنه ما في نتيجة، لأنه الحروب عم تتصعد، يعني شفنا عم نشوف انه حزب الله بلبنان وحماس في غزه عم بيصير في تصعيد من قبلهم، يعني هيدا مؤشر على انه ايران عم بتجرب تاخذ مكاسب اكثر بخلال هذه المفاوضات. ولكن المفاوضات لم تنتهي، وفي احتمال انه يوصلوا لاتفاق على القليله بمعنى انه وقف اطلاق نار في مكان ما، ولكن هيدا نوع من ارضاء لايران او تحفيز إيران على إعطاء المزيد من المكتسبات أو يعني يخفف الضغط على حلفاء أمريكا في المنطقة. نعم معك حق أكيد، يعني هذه مش بالضرورة ثمرة لهذه المفاوضات، ولكن دليل على أن واشنطن عم بتقدم شيء لطهران مقابل شيء ما بعد. نعم، أشكرك جزيل الشكر، كنت معنا من واشنطن حنين غدار، كبيرة باحثي معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى. من بروكسل هالة الساحلي، صحفية وباحثة متخصصة في الشؤون الأوروبية والأطلسية، شكرا جزيلا لكما، إلى اللقاء مشاهدينا.